وسط الصعيد بالنسبه لنا اصبح منطقه واعده جدا حوالي 960 الف فدان يا استاذ احمد. 960 الف فدان. 960 الف فدان. بتبتدي من هو برضه شبكه الطرق اللي اتعملت القوميه دي بتبتدي منين؟ معلش يا عمرو بيقول لي بيبتدي من بني مزار. يعني بيبتدي سيادتك من بني مزار. ايوه. تقاطع بني مزار البويت. اللي بينزل على الواحات. من تقاطع بني مزار البويت. على طريق اسيوط الغربي. وحتى وصولا لتقاطع طريق ديروت الفرافره بطوله مواجهه تقريبا حوالي 110 كيلو بعمق من 10 ل 30 كيلو جوه في برب المنيا. هو ده مشروع على بعضهم كده 960 الف فدان على بعضهم. 960 الف فدان على بعض. وكان والقرارات الجمهوريه اللي اصدرها فخامه السيد الرئيس بعد ما كل اجهزه الدوله اشتغلت على الاراضي دي ومدى صلاحيتها كتربه، مدى استدامه المياه، لانه انت عارف سيادتك ان شركه تنميه الريف المصري بتعتمد في الاساس على المياه الجوفيه والابار، فاحنا بنمشي على المحددات اللي بتحطها وزاره الموارد المائيه وملتزمين كشركه وملتزمين كمنتفعين اللي بيتعاقدوا معانا وبنسوق لهم الاراضي دي عشان نبتدي تطويرها وتنميتها على المحددات اللي حطاها وزاره الموارد المائيه فيما يخص موضوع الابار. هل المساحه دي اللي هي تتكلف 7 مليار ولا في اضافه عليها؟ لا، السبعة ونص مليار دي كتكلفه كهرباء جايه على منطقه الطور، ودي عندنا فيها 25 ألف فدان، ودي بتمثل حوالي تلتين المساحة المتاحة للاستزراع في محافظة جنوب سيناء في أرضنا الغالية في سيناء. معاها منطقة غرب المنيا بالكامل، معاها منطقة المور. لأنه أراضينا اللي موجودة في منطقة الفرافرة أو في منطقة سيوة بتعتمد في الأساس على محطات توليد القوة، وفي نفس الوقت اهلنا اللي موجودين وبيشتغلوا على الارض بيشتغل بحاجتين، في النهار بيشتغل بالخلايا الشمسيه، وفي الليل لما بيكون في احتياج لفترات للري بيستخدم جنريتور او مولدات القوه اللي موجوده. طيب لو انا النهارده بنتكلم على زارعين قد ايه بصراحه في الريف المصري حتى الان؟ المساحات المزروعه زي ما احنا بنشوف كده فيها قمح وحصدنا القمح، مساحه قد ايه اللي زارعينه كله في هذا المشروع؟ اللي احنا سوقناه لغايه دلوقتي وابتدينا نشتغل عليه كان 500,000 فدان، وخلال الفتره السنه اللي فاتت كان في فرق ما بين الناس استلمت اراضي قد ايه والناس ابتدت تشتغل قد ايه. احنا عوضنا الفرق ده ما بين التعاقد وما بين استلام الناس للاراضي عشان نقدر نبتدي نشتغل في تنميه، لانه شركه الريف بتعتمد في الاساس على تسويق الاراضي يا اما لشريحه صغار الشباب والمزارعين يا اما المستثمرين صغيرين يا اما مستثمرين كبار، ودول لما بيتعدى المساحه اللي بياخدها اكتر من 500 فدان. فبالتالي كان لابد ان احنا نقول طب انا زرعت قد ايه؟ احنا خلال عام 2021 وصلنا في فرق زراعه لحوالي اكتر من 61,000 فدان لاصناف في الاساس مهمه جدا بالنسبه لنا زي الزيتون والنخل وجوجوبا البنجر.